بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل حلقه للاطفال، الاطفال اللي ما بتقدرش تشرب العصاير. هوريكم نخليهم يشربوها ازاي. هما بيروحوا يجيبوا ديت، احنا بنسميها لوليتا، بيشتروها من بره. لا احنا هنعملها لهم هنا بعصاير مختلفه. دي سوبيا مع اللبن، واكتر الاطفال ما بتحبش اللبن طبعا. دي عصير فراوله، ودي عصير مانجا، وممكن تعمليها باي نوع عصير عندك. دي موجوده، انا شارياها من عند بتاع مستخدمات الحلواني، دي عندي من زمان بقالها فتره جامده. هوريكم هنحط فيها ازاي. عبيتهم بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، السوبيا الفراولة المانجا. هنقفلها تبقى بالشكل ده. دي بتاعتها ضاعت، فبجيب ديت من عند برضو مستلزمات الحلواني، حلويات بجيبها وتحطيها في النص كده عادي، هتمسك وتحطيها في الفريزر، وما تطلع اوريكم شكلها هيبقى ازاي. عملت دول برضو، عملتهم ازاي؟ جبت كيس عادي من بتوع المطبخ وشقيته بالسكينة بس تكون سخنة، واتقفل معايا بالشكل ده، وعبيته للاطفال. واللي فاض حطيته في عبوات بلاستيك بالشكل ده، ادولهم ياكلوه بالمعلقة كده. مثلجات وعصاير طبيعية، لا فيها لون ولا، وضمها انت وعملها بايديكي. هنحطها في التلاجة ونشوف اما تجمد هتبقى شكلها ازاي. المثلجات بعد ما طلعت من الفريزر بالشكل ده اهو، من المانجا، السوبيا، الاشكال برضو التانيين اللي حطناهم في الكوبايات والاكياس زي اللي بيشتروها من بره بالظبط اهي. تقدري تعملي لهم كل انواع الفاكهه بالطريقه دي. ويا رب الفيديو يعجبكم.